مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ سلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين على قناتكم وصفة بسيطة وسهلة. اقتراح اليوم هو لعشاق الشوكولاتة بامتياز، هو ميني كيك كيجي لذيذ وخفيف، مشابه في الشكل وفي المذاق للفوندون، مع صوص شوكولاتة رائعة كتزيد لذة على لذة. غادي نحضروا هذا الكيك بمكونات المعتادة، ولكن مع إضافة بسيطة كتخلي القوام ديالو يكون هشيش ورطب بزاف. ندوزوا على بركة الله نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. كنحتاجوا لجوج ديال البيضات اللي كنا سبق وخرجناهم من الثلاجة، قبصة ديال الملح، 50 غرام من سكر سنيدة، وكيس من سكر فاني. نطربوا مزيان هاد العناصر، نضيفوا لهم نصف كاس ديال العنبة من الزيت أو 60 مليليتر، ونخلطوا كل شيء. نزيدوا نصف كاس العنبة ديال الحليب، وزوج معالق كبار من بودرة الكاكاو المر، ونبقاو مستمرين في الخلط. بالنسبة للدقيق غادي نحتاجو 160 غرام، واللي غادي نزيدوه بشكل تدريجي، معاه كيس ديال خميرة الحلويات من حجم 8 غرام، نخلطو مزيان حتى ينسجم لينا الدقيق مع باقي العناصر، ونضيفو معلقة صغيرة من الخل، ربع كاس من الماء اللي يكون مغلي، ونطربوا مزيان حتى يندمجوا كل العناصر مع بعض. نفرغوا هذا الخليط في قوالب فرديه اللي تكون مدهونه بالزبده ومرشوشه بالكاكاو. نطيبوا الكيك ديالنا على درجة 170 في مدة ديال 10 دقائق حتى 20 دقيقة على حسب نوعية الفرن. نتسناو على الميني كيك حتى يبرد عاد نزولوه من القوالب. استعمال سكين ولا الكوردون نتقبوا الوجه ديال الميني كيك. نخلطوا شويه ديال الحليب سخون مع القهوه سريعه الذوبان باش نسقيو بهم الكيك ويزيد يرطب. وباش نحضروا الصلصه ديال الشوكولا غادي نحتاجو 100 غرام من قطع الشوكولاتة، نصف كاس من الحليب،
نسخنوهم في ميكرووند أو في حمام مريم ونخلطوهم حتى ينسجموا. وهي الصلصة عندنا واجدة. نفرغوا هاد الصلصة فوق الميني كيك ديالنا حتى يتغطى الوجه ديالو. وكاقتراح للتزيين ممكن تعملوا عليهم حبيبات السكر الخاصة بالحلويات، كيجيو في الشكل زوينين. وهذا هو الشكل ديال الاقتراح اليوم، ميني كيك بطريقة سهلة وبسيطة بشكل فردي راقي وكيشهي ومناسب لمائدة فطور العيد. منين كتقطعوهم على جوج كتلقاو صلصة اللي كتخلي الكيك يدوب في الفم. وبالصحة والراحة.